بالتعاون مع منظمة نقاها لمعالجة الإدمان، وبإشراف مباشر من قبل السيد قائد الفرقة المدرعة التاسعة اللواء الدرع الركن وليد خليفة مجيد، أقامت قيادة الفرقة ندوة بعنوان مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على أفراد المؤسسة العسكرية، بإشراف الباحثة النفسية إيناس كريم ظاهر، وبحضور جمع كبير من الضباط والمراتب. الغرض من هذه الندوة تثقيف المقاتلين حول مخاطر المخدرات وكيفية العلاج الصحي والنفسي لمدمنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قامت قيادة الفرقة المدرعة التاسعة بالتعاون مع مؤسسة نقاها لمعالجة الإدمان بالمخدرات محاضرة توعوية لبيان خطورة إدمان المخدرات لمقاتلي الفرقة بحضور الباحثة النفسية الست إيناس كريم، وكانت محاضرة قيمة وتم بيان أسباب تعاطي المخدرات والتجارة بها وما هي التبعات القانونية تجاهها. واحنا كفرقة مدرعة بتوجيه السيد قائد الفرقة المحترم مستمرين بإقامة الندوات وتثقيف المقاتلين على خطر وإدمان المخدرات. تضمنت الندوة شرح مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على الفرد والمجتمع، كذلك كيفية ومراحل وأماكن العلاج من إدمان المخدرات، والحث على محاربة هذه المواد التي تعتبر إرهاباً من نوع آخر. اليوم سوينا ندوة خاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيراتها على الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية. ضروري نكثف من هذه الندوات والورش التوعوية التثقيفية ونعالج أكبر عدد ممكن من ضحايا إدمان المخدرات. هذه الندوة تضمنت عدة تفاصيل: كيفية العلاج، مراحل العلاج، أماكن العلاج اللي ممكن أي شخص تعاطى المخدرات يقدر يتعالج بها، وضروري نواجه هذا الإرهاب اللي دخل مجتمعنا وعراقنا الحبيب. نؤمن أنه العلاج أفضل من السجن وأفضل من الموت، ومثل ما واجهنا الإرهاب في يوم ما وانتصرنا عليه، ضروري نواجه اليوم المخدرات وننتصر عليها. شكرا جزيلا للباحثة النفسية، خذت صورة ذكية توصلنا الموضوع بشكل مبسط، وصلت العقولنا بشكل جدا سريع. كان الموضوع هو أولا تخوف من موضوع أنه شلون تتعالج أنت، لكن بعد ما عرفنا المواد القانونية أنه ما تتحاسب إذا تعالجت، فكل إنسان يقدر يشرح صديقه ويشرح لأي شخص يعرفه. العكس راح يكون الدولة واقفة وياك، المستشفيات واقفة وياك، كذلك المؤسسات العسكرية. لازم كل منتسب ينصح صديقه إذا يشوفه مخالف. وشكرا جزيلا لكم. المخدرات إرهاب مجتمعي، ندوات تقيمها قيادة الفرقة المدرعة التاسعة لتثقيف منتسبيها حول مخاطر آفة المخدرات والتحذير من الوقوع بفخ الإدمان والابتعاد عنه. لإعلام وزارة الدفاع، حسين محمد.